اعتبرها معناتها سلاح للماضي. نحن فيما تنفع صار لك فيما ماذا كانت على مدى السنوات اللي حكمت فيهم حركة النهضة وحتى حتى لليوم نعتبر في كل ما توقع أزمة داخل حركة النهضة يصدروها الأزمة الحزب آخر ولا ماذا يصدروها الحزب آخر يصدروها لتأزيم الوضع العام يصدروها بطريقة أو بأخرى. اليوم فتح البحث أعتبره في طريقه باعتبار أنه يبدو أن إخراج هذه التسريبات مش بريء وتنجم تكون التوفير. حتى من داخل حركة النهضة تم تسريبه، معناتها مهم جدا أن نكشفه علاش تسربت الحكاية هذه. الشق المعارض للونيسيا ينجم خاطر يحكي على خلافات عميقة سيد، يحكي على خلافات عميقة جدا وتداخلت فيها برشا أطراف فاعلة في حركة النهضة، وبالتالي ده يخلينا التدوينات قبل حتى ما نوصل الوضع هذا. رينا عبد الكريم وزير الخارجية الرفيق عبد السلام وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حركة النهضة، رينا التدوينة اللي انتقد فيها منذر لونيسي، وكان ضيفي أنا في استوديو شمس منذر لونيسي وسألته على التدوينة واضح في حرب باردة بين منذر لونيسي وقالوا تونس ساعة وتكلم حتى أراك من تونس دونك واضح حوار منذر لونيسي مع أحد القنوات الأجنبية اللي تحدث فيه على المؤتمر، معناها انعقاد المؤتمر من عدم